مع السته ديال الصباح. ما عرفتش يعني يمكن. وهذه اول حصه. نمشي للنيجا. غادي نمشي للنيجا الفاس. انا عارف بلي غادي تمشي. زعما بلا ما نمشي نشد الضغط نمشي للنيجا واش غادي نقول لك عليها؟ الله يوفق. الله ياخذ الحق. امين الله يوفقنا. امين يا اخي. هذوك الناس اللي داروا هادشي ونقولوا الا قلنا لهم راه ياخذ الحق قدر الله عز وجل اللي يسخط عليهم ويزيدوا يديروا حوايج اخرين. الا نساهم الله. امين. افضل شيء. طب الله يهدي هاد الام قاطبه كامله. اول حصه وثلاثه ديال الجن ياك. ثلاثه ديال الجن. عيشه هي اللي معكسه. المهم ثلاثه ديال الجن حاله مركبه وحصه واحده وغادي تمشي. الله يطرح البركه. يلا يطرح البركه يا اختي وصافي. نصرى غملت انا صوفت هذا مرة الغازون بالتحت وما كان الله يستنى الفرج تاع الله كيما تقدرش عارف. ابشري اتولي ولا ما تتولي؟ اتولي لهاد البلاد ولا لا؟ الوجدة؟ ما عندنا حتى واحد جايين. وانا عارف جايين على الرقية. حنا من الالمان جايين ديريكت لعندك. مش العائلة ما عرفتش حتى واحد رحنا جايين. الناس راه جات مطوطنا. لكن زعما حتى واحد ما عارف رحنا في المغرب. راني فاهم كان بغيت نقول لك. بلي دابا هذه حصة واحدة اللي غادي ديرها عندي وثلاثة ديال الخدام وغادي تمشي غدا. يعني الله يدير الخير. ولكن السؤال الموجه هو واش غادي تقدروا ترجعوا؟ قدروا. ها نتوما رجعتوا شحال غادي تقبضوا ديال الوقت وكاش غادي ترجع؟ شوف حنا عندنا علاقه مع الولد، الولد المدرسه كيعطيو هذاك الشيء ديال العطله كنشدو معاه. راني فاهم كي دابا غير فهم الزبده نتاع الموضوع ديالي. فهمت فهمت. وها نتوما رجعتوا. قداش اكثر من سيمانه؟ فكاش هاد السيمانه تكون في هاد الشهر؟ لا 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 شهر حتى شهر ربعه. شهر ربعه. غادي نتولوا. الله يفرج. اللهم امين. يلا تفضلي احكي لي. الله يوفقنا للخير وصافي ما نكذبش عليك تفضلي يا رب احكي لي كل شيء. شويه ديال الامل بحال راكي فاقده الثقه في نفسك وفي الحياه كامله. شوف حنا ما نقولوش شويه ديال الامل. حنا الولد هو اللي عندنا مشاكل في المدرسه عندنا كل شيء عطينا. واش هذا الابن هذا الابن كيفاش قصته؟ واش ما يهضرش وداك الشيء عنده علاقه ما كيديرش ما كينطقش. فكاش عنده هو العطله هاد الولد هذا؟ عنده في ابريل. ابريل ولا شهر 4 اذا كنت باغي نجيبوه معاكم في شهر 4 مزيان. كان هو حتى هو ما يخليهش. دابا غير باش نفهمك انا واحد الحاجه. انا مانيش عارف انا لم اعاين الحاله. انا الاخوه اللي دازت عندهم في المركز هما عطاوني نبذه على الحاله. يعني انا محمد ما عارفش الحاله. يعني دركا تخيل راسك كانك اول مره غادي تجي عندي وداك الشيء اللي تقال لي ساضعه جانبا ونبني داك الشيء اللي نعرف انا. فهمتني؟ يعني كل واحد الضربه نتاع الملاسه ديالو. فهمت؟ كل واحد كيدير. دابا هادوك خدموا وتبينت لهم اشياء. لكن انا واخا قلت هذا ايوا فيك ثلاثه وغادي دير عندي غير حصه وتمشي غدا. انا هذا مجرد كلام. كان الاصل فوكاش كي غندخل في الرقيه وغادي يحمل وطيس تما عاد وغادي انا ابني افكار وديك الافكار ما تكونش جزم وما تكونش نفي. ما نشدش فيها بالنواجل فيها ثلاثه وما نكذبش ما فيهاش ثلاثه ولا فيها واحد. هذا علم غيبي وكان جبت لي مريضه نخدم معها باش تعالج. فهم المقصود؟ دابا سمير البارح طلعت ثلاثه اليوم طلعت غير عيشه قالت لي الاخرين غنمشيو. الاخرين مشاو. نتمنى وقالت بان هذاك الحاج احمد ميمون هما طيار. وقالت بان هي كتسكن في الراس والحاج احمد في الصدر وميمون في الحاج هذاك جي لي هذا الحاج احمد. الحاج احمد قال لي ملي شافته قبيلات جايبين معاه بزاف ديال الناس بالبيض على اليمين وكيقراو وهذا الحاج احمد واش كاين شي حاج وحمد وجني وسميتو الحاج احمد وساكن هنايا؟ لا ساكن في الراس. واه ساكن في الراس راه ظلم هذا. يعني هذا ما يسمى هذا يتسمى الطاج ماشي الحاج. هضرنا على انا وسمير البارح هذاك الشيء بان يعني امبوسيبل يكون مسلم وساكن. كاين شوف القران ومع رباعه شويه بيزار شويه قد يكون. ولكن يعني وان كان ضال كان مسلم ظالم ولا مسلم ولكن ما غاديش يجيها بصفه انه كيقرا القران ولا بسير الابيض وساكن الراس. شويه بيزار. حنا قلنا لك دابا راني فاهمك حتى انا غير نسمع شت نقول لك شحال ما سمعت لك مزيان شحال ما سمعت لها مزيان. وفي النهار الاول قالوا بان كاين هذا الحاج احمد اللي داها شافت هذاك الساحر في واحد السوق اسبوعي
أعيد أعيد أرجع واحد دقيقة اللور على هذا الكلام اللي قلته كامل. يقال بأن هذاك الحاج أحمد البارح داها لشي سوق أسبوعي وشاف تما شي واحد شي ساحر يستعمل إلا السحر الأسود. يستعمل السحر الأسود. وهذاك الشرويطة شرويطة كحلة طويلة فيها سبع عقال. زيد. وهذا الحاج أحمد هو اللي كيخدم السحر الأسود. لا هو اللي داها لعند هذا الساحر وبقى كيضربو بالعكاز ديالو قال لك هذا راه شيباني. فهمتك. وموراها مشاو لشي قبر نتاع شي ولد وشافوا هذاك الشيء يعني بغا يقول ليها ها أنت شنو داروا المسلمين. فهمتك؟ زيد. ومن بعد هذاك الشيء طار. هذا الحاج أحمد عنده أجنحة كيطير كنت فيه كيطير. أنا شفت داني بصح للسوق وراني هذاك الشيء كله وراه ليا وداني للروضة ومن بعد كيف حالي تسيف كيف حالي ولا طائر. طائر أبيض. يعني طار. هو دابا حاج أحمد وعنده عكاز وكيضلع ولا طائر أبيض وطار. حتى أنا فاش كان عند سمير راه ناض بالعكاز داك الشيء داك الشيء اللي عاودتنا راه ناض بالعكاز وكيضلع. والله نتمناو يكون بصحة ويكون فيها الخير ونتمناو هادشي اللي شفنا قدامنا هاد المساكل هناش كيما ضريتيني في رجلي ماشي انا والله ما انا معليش معليش انا هي فاش فقتي لقيتيني انا شادك في رجلك انا كنت كنطلع في التقاشر انا اللي شفت عاوتاني شفت الولد ديالي عنده واحد بحال اللي دخلت الجسم ديالو وتنشوف هاد اللوزتين هادو هما حمرين بزاف وكنشوف داك الدماغ داك المخ انتيا دخلتي الجسم ديال ولدك لا لا داك السكانر هذاك السكانر هذاك الميكروسكوب اللي كيبغي يشوف فيه واش شي واحد عنده الكونسير في المصار ولا شي حاجه الله يستر كيسيفطوا ليها بالكاميرا الكاميرا بحال لي كاميرا وهذا الشيء اللي بان ليها هي بالكاميرا شفت يعني الامعاء ديالها فيهم شي كحوليه وشفت بان الدماغ ديال الولد فيه شي نقطه كحله وهذيك النقطه كحله فاش فاقت قالت لنا فينا محمد اميره كيرعف زيد فاش قلنا لها سميتو قالت لك ديك النقطه كحله راه طاحت مع داك الدم مع هو رعف بدا كيسيل ليه الدم بزاف وهذيك الشكل الدم احمر وكحل تيطحلي مني فوق شويه بدا وشافت مع واحد الاخت وحده اخرى معها كانت مربه هذيك المره اللي قلت لك معها كانت ضروري تسمع شي فيلم حتى هي شافت شي بوميه هذيك موكا وفي شي غار دايرين لها شي حاجه بشي توب وفي شكون هاد المراه هادي شكون هاد المراه كانت واحد المراه هذيك اللي درت عليها ميمونه كنت دخلت معها معها حتى واحد ايوا فهمتك فهمت صافي زيد كمل فاش كي كيدير لهم الرقيه هي كان حرام فهمتك واه زيد شفتها عاوتاني في المرات صافي يكفي هادشي اللي شفتي شفت واحد النار كبيره بزاف وواحد جوج لابسين لك حله قدام هذيك المراه وانا هذيك بومه واقفه لي على الراس ديالي هنايا كحله عندها العينين ديالها كبار وبدات وشويه بدات بحال اللي كيبان لي بحال شي جبل وفيه هذاك الغار ديالها وهذاك فيه شي كتاب وفيه هذوك اللي باري هادشي اللي بان لي انا قلت لها قلت سيري هنا ما تحركيش بنت حاج احمد عيشة عيشة وميمون مول كوستيم وعندهم مقطع شي حاجة بحال هكا راه صح هاد مول الكوستيم انا كنقول لك داكشي اللي سمعتي هذا الراجل هذا تيبان لي دايم راه قال لك بحال داك هذاك اللي مكسيكان ميمون مول الكوستيم بصح عاودتها شحال مره وخرى ديك عيشة قالت لك انا لابسه الخضر وعندها لوشان هنا عندها لوشان هنا وهذاك عيشة قال لك انا اللي كنحميها كان ما كنتش انا ميمون انا كنت كنحس بدك ميمون ميمون شي حاجه عنده علاقه بجذبه الدم ولا شي قال لك عيشة هي اللي كتحميها هي وهي اللي ما بغاتش هي اللي كعرات في الصباح هي اللي بقات بوحدها حتى ما كتبغيش فاش انت مريضه 10 سنين تقول واخا نقول هاد 10 سنين مثلا من ديك الوقيته حتى لدابا كتفرج على القيه بزاف فاش كتفرج ما تسميليش عطيني اشاره كانت الرقيه اللي ما كنتفرش فيها في هاد اللايف هذا لا لا الرقات الرقات من طرف لا ما كنسمع للرقيه كنسمعها كنديرها كندير هاد الرقيه اللي كتسمعيهم كيكون فيهم كلام مع الجن
لا 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 غير لا تنسمع هي القرآن سورة البقرة آية الكرسي مكررة يعني صافات. ما كنتفرجش الحصص بحال هكا فيهم كلام مع الجني. لا هاد الشيء ما كنتفرجش فيه. هادي سي لو بروميير فوا كنتفرج دابا ملي ملي قلتي هادي في هذا. اما كنسمع للرقية شاي يعني كندير هذاك عبد الباسط ولا هذا وكنسمع لها ولا كنديرها في الدار وكنخليها بحال هكا. الله يوفقنا للخير مع هاد الكوستيم وهاد الحاج. يلا واحد المره كان ولكن هما كيتعيد والله يعني شي مره تلقى ايه سوره البقره في الدار الليل وهو يبان ليها في الصفه ديال الولد يعني كتشوف هي في الوجه ديال الولد وهو يبدا كيقرا مع القران. قالت انا كنقرا انا هادي دارت طاح حتى هو بدا كيضحك تيضحك واحد الولد تيضحك بزاف و تيقول لي انا كنقرا القران وبدا تيقرا هذاك القران ديك الايات اللي قال لي انا كنعرف ايه الكرسي و تيعاود معايا هذا و تيضحك زيدي هادي كنت كنشوفها بزاف و تنشوف واحد المره انا فايقه ولي ناس حدايا وبغيت نبوس وهي تبان لي وحده واحد البنيه تحيه ناس حدا وعينيها تتباركو كيتباركو كيبريو زيدي هادي انا راه كنت كنشوف بزاف ديال الحوايج هذا زيدي تنتخلع بزاف كنت اطر في الرقيه نتاع الزهريين ديال الزهريين كنت درتها واحد المره البارح كانت كتشوف يمكن شي وحده ديالك وقالت لك انا في بزاف الحوايج كيشوفوهاش فهمتك الله يوفقنا لكل خير امين على سيرك سيدي حاولي تركزي معايا مزيان تعيشي مع الرقيه مزيان تسمعي مزيان والله يوفقنا للخير امين لا ان شاء الله ابشري كي باغي تشوف الحصه ديالك كامله باغي تشوفي الحصه ديالك كامله يعني كي باغي تولي ترجعي تشوفي هذه الحصه هذه اللي صافي ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه وكشف الله به الغمه جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أجرني الله إياكم منها ومن حرها وقعرها وظلامها وظلماتها ومن كل ما يؤدي إليها آمين وآمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الفقر وفي الغنى ولك الحمد في المرض وفي الصحة اللهم لك الحمد في كل حال وحين ولك الحمد في كل وقت وحين ولك الحمد رب السماوات والأرضين إله الأولين والآخرين ناصر المظلومين والمستضعفين اللهم لك الحمد أنت الله في السماء إله وفي الأرض إله ومعنا بعلمه أينما حللنا وارتحلنا وصلنا وجلنا إله لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت كريم الكرماء أنت لطيف اللطفاء أنت عظيم العظماء أنت لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا إله غيرك ولا رب سواك لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت ما أعظمك، لا إله إلا أنت ما أكرمك، لا إله إلا أنت ما أحنك بعبادك وما ألطفك، لا إله إلا أنت، الدوام لك والمجد لك والكبرياء لك والعزة لك والرفعة لك، لا إله إلا أنت، عالم السر والأسرار والخفيات، أنت الرب العظيم الذي لا يخفى على شريف علمك شيء في الأرض ولا في السماء والسماوات. سامعون دبيب النملة السوداء، تسمعون دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة المنساء، سبحانك لا يخفى على شريف علمك شيء في الأرض ولا في السماء، يا من عندك مفاتح الغيب ولا يعلمها إلا أنت، لا إله إلا أنت. أسألك باسمك الأعظم العظيم وبجاهك القديم وبسلطانك القوي المتين، يا رب السماوات والأرضين، يا إله الأولين والآخرين، يا ناصر المظلومين والمستضعفين، يا مجيب الصلخات، يا سامع الدعوات، يا رفع الدرجات، يا إله ورب الأرض والسماوات، يا من ترى عددهم، يا من ترى أماكنهم في البدن، يا من ترى دورهم في البدن، يا من ترى مستقراتهم في البدن، يا من ترى ثغورهم وجحورهم وأوكارهم في البدن، يا من تعلم أسرارهم في البدن، يا من لا يخفى عليك سرهم في البدن وخارج البدن وحول البدن، يا من تراهم فرادا وجمعا، يا من لا يخفى عليك حالهم ولا سرهم ولا سحرهم ولا بيتهم ولا حصنهم، يا من تراهم عددا ولا يخفى عليك منهم أحدا، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، اللهم جل أكبرهم، اللهم جل أعلمهم، اللهم جل أقواهم، اللهم جل أطغاهم، اللهم جل أبطشهم، اللهم اسحبه من عقره، اللهم اسحبه من جحره، اللهم اسحبه من داره، اللهم اسحبه من وكره، اللهم اسحبه من عقره، اللهم اسحبه من جحره، اللهم اسحبه من داره، اللهم اسحبه من مخبئه، اللهم اسحبه من حصونه، اللهم اسحبه من حصونه، اللهم اسحبه من حصونه وعقره وداره وجحره ووكره، اللهم اسحبه من حصنه، اللهم اسحبه من حصنه، اللهم اسحبه من حصنه وعقره وجحره وثغره ووكره، اللهم أجل أكبره، اللهم جل أعلمهم، اللهم جل أقواهم، اللهم جل أكبرهم، اللهم جل أعلمهم، اللهم جل أقواهم، اللهم جل أطغاهم، اللهم جل أبطشهم، اللهم جل أكبرهم، اللهم جل أعلمهم، اللهم جل أقواهم، اللهم جل أقواهم، اللهم جل أقواهم، اللهم جل أقواهم، اللهم أظهر أقواهم، اللهم أخرج لنا أقواهم، اللهم أصرع أقواهم، اللهم أظهر أقواهم وأخرج أقواهم وأعلمهم وأكبرهم، اللهم أخرج من جحره وثغره وعقره ومخبئه، اللهم أخرج من جحره وثغره وعقره ووكره ومخبئه، اللهم أخرج من جحره وثغره وعقره ووكره ومخبئه، بسم الله يتجلى، بسم الله يظهر يصرع يتجلى، بسم الله يسحب من عقره وجحره، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، 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 والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم 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 والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، 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 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون،
يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 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 من كل عرق وعضو وجزء وطرف من كل مكان من كل مكان من الأيدي والأرجل والأقدام من الصدر والبطن والقلب والفقرات يسحب كل مارد يسحب كل شيطان يسحب كل جني يسحب كل مستخف مختبئ مندس يتوارى 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 خلف الحصون يتوارى خلف الحصون يتوارى وراء الحصون يتوارى شيدوا عليه الحصون وتوارى شيطان 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 بسم الله يتجلى كل شيطان بسم الله يتجلى كل شيطان يسحب كل شيطان من ثغره وعقله وجحره ووكله يسحب كل شيطان من مخبئه بالسحر وكلوه بالسحر قيدوه بالسحر كبلوه وارسلوه على بدنها سلطوه وعلى رزقها سلطوه وعلى بيتها سلطوه وعلى جمالها سلطوه وعلى ابنائها وذريتها وعيالها سلطوه على الرحم سلطوه على البطن والرحم سلطوه على الاجنة والنطفة والعلقة والمضغة سلطوه الله اكبر من كل جني جني بسحر عظيم من الاقارب جني بسحر عظيم من القريبات بسم الله والله اكبر من كل جني موكل من قديم من سنين موكل من قديم من سنين اسقط الاجنة قتل الاجنة سكن الرحم عمر الرحم عاشق احبها عاشق ارادها لنفسه احبها لنفسه ارادها لنفسه يتجلى بسم الله يتجلى يتجلى بسم الله يتجلى يتجلى بسم الله يتجلى اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون 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 من الدماغ والعقل والراس والناصيه من الافكار والاذهان والالباب والافهام يسحبون 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 من الراس والعقل والدين والافكار من الافكار والالباب والاذهان من الناصيه يسحب كل شيطان سكن الراس يسحب كل جني عمر الراس يسحب كل جني سكن الدماغ والعقل غير الافكار دعا للمعاصي عطل كل صلاه وعباد يسحب كل جني 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 عمر الراس جني سكن الراس جني عاشق للدم عاشق للدم يتغذى على الدم يتقوى بالدم عاشق للدم حب دمها طعم دمها لون دمها شيطان 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 بسم الله يتجلى كل شيطان يتجلى كل شيطان يتجلى كل شيطان يتجلى كل شيطان أينما تكون يأتي بكم الله أينما تكون يأتي بكم الله أينما تكون يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله من كل عرق وعضو وجزء وطرف من كل مكان من الدم والعلوق من كل مكان من العظام والمفاصل من كل مكان يأتي بكم الله 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 جميعا 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 من كل عرق وعضو وجزء وطرف من كل مكان من الدم من الدم والعروق من الدم من الدم من الدم والعروق الله أكبر من كل شيطان عاشق للدم تغذى على الدم تقوى بالدم غاص في الدم من سنين على الدم شيطان 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 على الدم شيطان 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 على الدم شيطان شيطان عاشق الدم شيطان شيطان أحب الدم شيطان شيطان أراد الدم شيطان شيطان عاشق الدم شيطان شيطان أحب الدم شيطان شيطان تغذى على الدم شيطان شيطان تقوى بالدم الله أكبر من كل شيطان على الدم تغذى على الدم تقوى بالدم عاشق الدم غاص في الدم عاشق للدم شيطان عاشق للدم شيطان أحب الدم عاشق للدم شيطان 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 الله أكبر من كل 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 شيطان يسمع ويرى يندس يتوارى يستخفي يتوارى يختبئ يتوارى أينما تكون يأتي بكم الله 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 يأتي بكم الله يأتي بكم الله أينما تكون يأتي بكم الله أينما تكون يأتي بكم الله أينما تكون يأتي بكم الله بكل عرق وعضو وجزء وطرف
يأتي بكم الله. كل جنية تسمع وترى، كل جنية تندس تتور، كل جنية تستخفي تتور، كل جنية على الرحم، كل جنية على الرحم، كل جنية على البطن والرحم، على سحرها في البطن والأمعاء والرحم، كل جنية على الرحم، على البطن والرحم، على الأجنة والرحم، على النطفة والرحم، على العلاقة والرحم، على المضغة والرحم، على الأبناء. جنية جنية جنية، الله أكبر من كل جنية تسمع وترى، الله أكبر من كل جنية تندس تتور، الله أكبر من كل جنية من الأفاعي والحياة، من الثعابين والحياة، تسمع وترى تندس تتور. بسم الله. وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإذا هم جميع لدينا محضرون، وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإذا هم جميع لدينا محضرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، 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 وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، 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 وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون من كل عرق وعضو وجزء وطرف، من كل مكان، من كل مكان، من كل مكان، يتجلى كل جني وشيطان، يتجلى كل مارد وشيطان، تتجلى كل جنية 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 على الجمال، جنية غيرت الجمال، جنية بدلت الجمال، جنية سودت الجمال، غيرت الجمال، أسقطت الشعر وبدلت جمال الوجه، غيرت جمال الوجه، سودت جمال الوجه. جنية الله أكبر من كل جنية، وكلوها بسحر، قيدوها بسحر، خادمة للعين والحسد، مسلطة بالعين والحسد، دخلت بالعين والحسد، عمرت بالعين والحسد، خادمة للعين والحسد، توكلت بالعين والحسد. بسم الله. يتجلى خدام العين والحسد، يتجلى خدام العين والحسد، يتجلى خدام العين والحسد، خدام العين والحسد، خدام العين والحسد، دخلوا بالعين والحسد، عمروا بالعين والحسد، سكنوا بالعين والحسد، استوطنوا بالعين والحسد، كل خادم للعين والحسد، سكن الأرجل والأقدام، سكن الأيدي والأقدام، سكن البطون والأقدام، سكن الأمعاء والأقدام، سكن الرحم والأقدام، سكن الصدر والقلب والأقدام. جني جني. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أجيبوا داعي الله. بسم الله. أجيبوا داعي الله. بسم الله. أجيبوا داعي الله. بسم الله. أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بسم الله. تبطل كل عين وحسد يخدمها جني. بسم الله. تبطل كل عين وحسد يحرسها جني. بسم الله. تبطل كل عين وحسد عليها جني. بسم الله. تبطل كل عين وحسد يخدمها جني. بسم الله. تبطل كل عين وحسد عليها جني. بسم الله. تبطل كل عين وحسد عليها جني. تبطل كل عين وحسد يخدمها جني. تبطل كل عين وحسد عليها جني. تبطل كل عين وحسد يحرسها جني. تبطل كل عين وحسد عليها جني. تبطل كل عين وحسد عليها جني. تبطل كل عين وحسد دخل بها جني. تبطل كل عين وحسد عليها جني. كل عين تطل كل عين 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 قوية، عين 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 غادرة، عين 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 فاجرة، عين 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 فاسق، عين 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 حر، عين عين نظرت وما ذكرت، عين عين نظرت وما بركت، عين عين نظرت وما قالت ما شاء الله، عين نظرت وما قالت تبارك الله، عين أصابت في كل شيء، عين عين تطل كل عين أصابت على المحبة بين الأزواج أصابت، تطل كل عين أصابت على المودة بين الأزواج أصابت، تطل كل عين أصابت على الألفة بين الأزواج أصابت،
كل عين أصابت على الصحة أصابت تطلق كل عين أصابت على رزق والمال على رزق والمال على رزق والمال على الصحة والمال على العمل والمال على الوظيفة والمال على التجارة والمال على رزق والمال تطلق كل عين تطلق كل عين محقت كل رزق ومال تطلق كل عين أصابت من الأقارب من الجيران من الصديقات من الزميلات تطلق كل عين أصابت 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 تطلق كل عين أصابت أصابت تطلق كل عين أصابت في كل شيء تطلق كل عين أصابت في كل شيء بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين وحسد من نفس خبيث تبطل كل عين وحسد من نفس خبيث تبطل كل عين وحسد من أنفس الأصحاب خبيث من نفس خبيث من نفس خبيث تبطل كل عين وحسد من نفس خبيث تبطل كل عين وحسد غادر من نفس خبيث تبطل كل عين وحسد 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 حارة حارة عين 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 من نفس خبيث عين من نفس خبيث عين حارة من نفس خبيث عين غادرة من نفس الخبيث عين فاجرة من نفس الخبيث عين 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 تطل كل عين تطل كل عين تطل كل عين عين وحسد تطل كل عين عين وحسد تطل كل عين حرة وحسد تطل كل عين غادرة وحسد تطل كل عين فاجرة وحسد تطل كل عين حرة وحسد تطل كل عين 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 قوية وحسد اللهم احرق خدام العيون الحسد واهلك خدام العيون الحسد وجل خدام العيون الحسد واضل خدام العيون الحسد كل جنية خدمت الأعين والحسد بسم الله تتجلى كل جن خدم العيون والحسد بسم الله يتجلى يعذب 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 بسم الله يعذب بسم الله يعذب بسم الله يعذب أينما كان وكيفما كان تخرج حرارة العين والحسد من البطن والأمعاء والجسد تخرج نظرة العين والحسد تراكمت في البطن والأمعاء والجسد تخرج حرارة العين والحسد 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 تخرج نظرة العين والحسد غدر العين والحسد صب صب العين والحسد كل عين وحسد تراكمت في البطن والأمعاء اللهم اطفئ حرها وأبرد حرها وأخرج حرها وأزل اللهم يا رب أذاها وضررها وضرها وسمها وغدرها وشرها بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين 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 عليها شيطان تبطل كل عين عليها مارد تبطل كل عين عليها جني تبطل كل عين عليها شيطان تبطل كل عين عليها حية تبطل كل عين عليها عاشق للدماء عاشق للدماء عاشق للدماء يتغذى على الدماء يتقوى بالدماء أحب الدماء وطعم الدماء لون الدماء شكل الدماء رمز الدماء بسم الله تبطل كل عين عليها عفريت عليها مارد عليها شيطان عليها جني عليها جني تبطل كل عين 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 تبطل كل عين خدامها بسحر عظيم دخلوا تسلطوا خدامها بسحر قوي دخلوا تسلطوا خدامها بسحر عظيم دخلوا تسلطوا خدامها بسحر قوي قوي خدامها بسحر قوي تسلطوا خدامها بسحر عظيم تسلطوا خدامها بسحر قوي تسلط خدامها بسحر أسود خدامها بسحر علوي أسود خدامها بسحر علوي بالرموز أسود خدامها بسحر علوي قديم علوي عظيم علوي بالأسماء والحساب علوي بالأسماء والحساب علوي بالصور علوي بالرموز علوي بالأسماء بالأرقام علوي علوي يبطل كل سحر عظيم علوي خدامه سود فسلق بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم أسود 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 بالدم أسود بالنجاسة أسود علوي أسود يبطل كل سحر عظيم أسود بالرحم أسود نقلته للرحم خبأته في الرحم وعرته في الرحم جنية عليه جنية عليه جنية حصلته بالحصون العظيمة متينة قوية عليه جنية يبطل سحرها يتجلى سحرها يفضح سحرها اللهم أبطل 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 سحرها اللهم جل سحرها وافضح اللهم يا رب سحرها وأبطل سحرها اللهم أبطل سحرها وافضح سحرها وجل جل سحرها وأظهر سحرها بسم الله يخرج من بين الصلب والترائب 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 يخرج من بين الصلب والترائب
يخرج من بين الصلب والترائب، 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 اخرج من بين الصلب والترائب، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب، شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، تسمعون وترون وبالقرآن تعذبون وتصرعون وتتألمون. الله سبحانه وتعالى سخر لكم الأسباب حتى تسمعوا كلامه وتدعوا إلى دينه سبحانه وتعالى. كرمكم هذا الرب العظيم بنعمة غبن فيها كثير من الجن ممن خلقوا في الجبال ولم تتحلهم الفرصة إلى أن يدعوا إلى دين الله يوما، ممن خلقوا في القفار في الأقطاب ولم يدعوا إلى دين الله يوما. فأما أنتم فالحجة مقامة عليكم، أقامها رب العباد عليكم، الحجة أقيمت عليكم، هذا دين الله يفصل بيننا وبينكم بالحق، هذا كتاب الله يحكم بيننا وبينكم بالحق. أسلموا لله تسلموا، أسلموا لله تفوزوا، أسلموا لله تغنموا. قرأنا عليكم قرآنا عظيما ليس لحروفه ختان فتضرب الأبدان فتصرع، وليس لحروفه طلاسم أو جداول تلقى على الجن فيتألم، إنما هو كلام الله أحصاه الله ونسوه، أنزله الله من فوق السبع الشداد هدى للناس إنسا وجنا وبينات من هدى وفرقان، يخرج الله سبحانه وتعالى به الناس إنسا وجنا من الظلام والظلمات إلى النور. قرآن عظيم ما أنزله الله ليعذب به الجن حاشا وكلا، بل كرمهم بنعمة في وسط هذا الكتاب وجعل لهم سورة وسماها سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إن هذا القرآن يهدي للرشد، وإذا كنت ضالا فهذا القرآن يرشدك، إذا كنت مخطئا فهذا القرآن بالحق يبصرك، إذا كنت ضالا مضلا فهذا القرآن من الظلام والضلال يخرجك، بمجرد كلمة تنقل بها من الكفر إلى الإيمان، كلمة إذا قلتها ورفعت السبابة لن تعذب بعدها حتى ولو قرأت عليك البقرة كلها، إذا قلتها بقلبك منيبا خاضعا تائبا عائدا باكيا نادما لله تبارك وتعالى توبة نصوحة ليس بعدها ذنب، ليس وراءها مكر ولا خديعة ولا جبن ولا خوف إلا من الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله كلمة لأجلها خلقت السماوات والأرضين، كلمة لأجلها بعث الله الأنبياء والمرسلين، كلمة لأجلها قطعت الرقاب ومات خيرة الأنبياء والصحابة الأخيار، كلمة عظيمة وفي الميزان ثقيلة، بطاقة إذا عرفت حقها وقدرها كما قال النبي الهمام كل الذنوب التي مضت تغفر والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لا إله إلا الله في الميزان ثقيلة، والله كل الصحف التي ملئت بالذنوب والمعاصي والظلم والشر والغضب إذا حققت لا إله إلا الله تتطاير في الميزان. قل لا إله إلا الله يغفر الله لك، قل لا إله إلا الله حقا وصدقا يعلي الله رايتك، قل لا إله إلا الله إذا قرأت عليك القرآن لن تتألم، إذا أسلمت لله بصدق بإخلاص بحسن نية كان الله معك، ومن كان الله معه فمن عليه. لا إله إلا الله بدأناها بطيب وبدعوة بكلام طيب لعل القلب يلين ولعلك إلى ربك تعود وترجعون وتتوبون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله قال فيها النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم والسلام، من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قلوها تفوز، قلوها تفلح، قلوها تربح. فما إذا كنت ماكرا انطبق عليك قول الله تبارك وتعالى: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، ولا معبود بحق إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله، ولا طاعة إلا لله، ولا سجود إلا لله، ولا خضوع إلا لله، والقوة لله، والعظمة لله، والمجد لله، والملك للملك الكبير الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها تفرح الأسرار. لا إله إلا الله، كلها أسرار. لا إله إلا الله، بها تبطل الأسحار. لا إله إلا الله، بها يهلك الخدام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها تفضح الأسرار. لا إله إلا الله، بها تبطل الأسحار. لا إله إلا الله، بها يهلك الخدام، بها يهلك كل شيطان، بها يهلك كل ظالم، بها يهلك كل زاني، بها يهلك كل عاشق، بها يهلك كل عاشق، بها يهلك كل عاشق، عاشق، بها يهلك كل عاشق، بها يدمر كل عاشق، بها يحلق كل عاشق، بها يحلق كل عاشق، بها يحلق كل عاشق. لا إله إلا الله. الحمد لله. السبابات بزوج مرفوعين، سبابة اليد اليمنى وسبابة اليد اليسرى، فهذا يرمز إلى أكثر من جني. فإذا قلنا أن الجني الكبير في السن الذي قال أنا مسلم والله أعلى وأعلم موجود في هذا البدن، لم يخرج، واضح؟ طيب أنت الكبير، أنت العجوز، أنت اللي كيسميك الحاج أحمد، أنت هو، نسألك طاعة لأنه خصك تجاوبني، إلا ما جاوبني إيش نبدل الأسلوب؟ أقول لك أشياء ما مزياناش، أتعلم شيء؟ أنت تعلم سر؟ أنا الآن أدردش معك، لأنه إلا ما استجبت ليش؟ ولم أجد ضالة والشيء الذي أبحث عنه، ولم أجد الرد لكل سؤال والجواب لكل سؤال، هذا تصرخ من شدة الألم، مش تصرخ، تصرخ من شدة الألم والوجع، ولكم واسع النظر. فأنا الآن استعمل الليل لأن هذا أول يوم غادي تشوفوني فيه وآخر يوم بإذن الله عز وجل، ولكن الختام لا ندري كيف سيكون، أنا ما مش عارف النوع ديال الختام اللي غادي يكون هذا اليوم، ولكن الذي أعلم أنني أعلم أمرين، وهذا الأمرين مزوج نقول فيهم الله أعلى وأعلم. فإما العذاب ذوق المر تاع المر تاع المر تاع المر تاع العذاب، ويا إما سؤال جواب، ونصل إلى الحل السليم اللي يعود عليكم بالنفع ويعود عليها بالنفع، ولا تظلمون ولا تظلمون، ولا ضرر ولا ضرار، الله لا يحب الظلم. الله سبحانه وتعالى قال لنا في حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، الظلم ظلمات يوم القيامة. الله عز وجل قال في كتابه: ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا ندري، ربما يكون الجزاء اليوم، أدفع الثمن تاع كل السنوات التي مضت، لا ندري متى يكون هذا الجزاء وكيف سيكون هذا الجزاء. فإما توبة وعودة ورجوع وخضوع لله جل وعلا، وإقبال على الله، وبكاء وندم وتضرع وتوبة عن كل ذنب وخطيئة وزلة مضت، ويغفر الله لكم كل الذنوب، يستر عنكم كل العيوب. وسؤال: لا تحبون الله يغفر لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟
ألا تحبون مغفرة الله تحل بكم؟ ألا تريدون مغفرة الله تحل عليكم؟ الله سبحانه وتعالى رحيم كريم، ساقكم إلى هنا حتى تسمعوا كلامه، ليس هذا لطف منه، مش هذه رحمة من الله عز وجل بكم؟ رب نقمة في قيتها نعم كثيرة، ربما حقا أتيت خادم سحر أو عين أو حسد أو ظلم، ولكن نعمة أتيت للظلم وأنت تسمع القرآن، قد يعذبك ولكن في طياته وعظ وإرشاد وتصحيح لمفاهيم ومصطلحات، ولكن السر فيه كله أنه يعذبك وليس له خدام، لما تسمعه تتألم. فما هو الفرق بينه وبين أي كلام عربي، أي لغة في هذا العالم؟ أنه قرآن، أنه منزه عن كل كلام، أنه كلام الله، أنه قرآن عظيم، أنه كلام الله، قاله الله، كلام الله، ليس ككلام الإنس، ليس ككلام بني البشر أو بني الجن، إنه قرآن عظيم. وهذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى، فإما تهتدوا أنتم للتي هي أقوى، وإما الضلال، وتعيشوا في الضلال، وتموتوا في الضلال، وتقفوا أمام الله جل وعلا وأنتم ظالمون، وعشتم في الضلال في هذه الدنيا، ويقذف بكم في النار. أي حياة، دنيا قصيرة، ما سميت في الدنيا إلا لدنوها، دنية حقيرة، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا لا شيء، وهذا الجسد سيفنى وسيبلى وسيهرم، سيشيب، سيقبر، سيدفن، سيأكله الدود، ولما يأكله الدود اتبعوه لقبر حتى يتلاشى ذاك الدود عنه، ودفعوا الدود عليه، واضح، وتسلطوا وتلبسوا به. يقول النبي الهمام عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70، أعمار أمتي بين 60 و70، أعمار الإنس بين 60 و70، إلا طول طول ما يفوت شمير، وأنت عمرك مد الله فيه. يعني كيف ترضى أن تظلمها وتغتصب لربما ألذ السنوات في عمرها وأطيب السنين في حياتها، وفي آخر المطاف لن تستفيد شيئا، في آخر المطاف لن تربح شيئا، في آخر المطاف لن تفوز بشيء، ليس لك شيء غير أنك ترضي الشيطان، والشيطان أخبرك في القرآن به الله عز وجل، اسمع ماذا قال: وقال الشيطان اليوم القيامة لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم. ومن هنا فلتعلم أن وعد الله حق، وأن وعد الشيطان مكذوب مخلوف. إذا كنت تخدم ساحرا وموكل بسحر، فلتعلم علم اليقين أنها سلسلة وحلقية كحلقات. إذا كنت عبدا للساحر فالساحر عبد للشيطان، وإذا كان الساحر عبدا للشيطان وهو يطيع الشيطان، وهذا معلوم لا مفر منه، ويلبي مقصد وغاية الشيطان، فأنت عبد للشيطان أيضا، وستحشر مع الشيطان أيضا، وفي النار خلد لا فناء، في النار خلد ولا موت. لا إله إلا الله، أسلم لله تسلم. لا إله إلا الله، لا السبب مرفوع، الإسلام قول باللسان وعمل بالجوارح، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. إذا أردت أن تثبت إسلام قلها بعظمة لسان، قل لا إله إلا الله، يرحمك الله قل لا إله إلا الله، يمن الله عليك، ينري الله دربك، لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، نسمعها، بغيت نسمعها، لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إله إلا الله. طيب أنت هو العجوز؟ أنت الكبير؟ أنت من؟ روميو، روح جلسان، مضرجي جلسان، تقدر تقرب لي هنا شوية باش نسمعك مزيان، حيت الصوت ديالك منخفض، ما انش باغي ندير شي حاجة ماشي مزيانة باش انت ما تنضرش، بغيتك ان شاء الله بخاطرك موضع عندي وتجلس هنايا وناخذ وندي في الكلام مع بعض باش نوصل للحل. نوض هاد جلسان، يلا، انت العاشق تحبها
بزاف. طيب انت هو مول الكوستيم ما فهمتش. ايوا انا ما خصهمش يسميوك مول الكوستيم. في البداية كانت واضحة القصة انك والهان بلا ساوى الكرسي. اعطيها الكرسي. لا لا حشومة نخليه يجلس في الارض. كرمه الله عز وجل خلقه ونفخ فيها الروح. وذكروا ربي في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قربوا لي هنا ما نكرمه ولا من ما نبغيش نحتقر الجني. وقف وقف قرب وزيد زيد 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 وقف عشان مش قرب عليهم نسمعهم زين. زيد وقف يكفي. تسمعني جيد؟ انا كنت اسمع. انا ان شاء الله باذن الله عز وجل نشرح لك الموقف اللي راني فيه انا الان. الموقف انا كان عارفه هو انهم ما غادي يمشيوا اليوم ياك، وهذا زاد نفخك شويه يعني كتقول دركا غادي يمشيوا ويمشيوا نصبر اليوم وكلشي غادي يفوت ياك. مزيان الله يسخر مزيان. يعني انت عندك فكره في عقلك مادام غادي يمشيوا خليني نصبر اليوم كلشي غادي يفوت. واخا اسمعني اسمعني، شحال معام تقريبا وانت فيها؟ شحال بسنة؟ شحال بسنة تقريبا؟ شحال بسنة؟ شوف غادي نبقى نصبر انا فيها الانينير فيها الاعصاب، غادي نسولك وما تجاوبنيش، نسولك وما نبقى نجمع لك. شتكي غادي ننظم هذا الكرسي؟ شتكي غادي ننظم هذا الكرسي؟ شملات يوريفيل غادي يسمعوا الغواتي ديالك صافي؟ هاني قلت لك دركا وعقل واش غادي يصير. غير تذكر منا واحد جوج دقائق ثلاثه اربعه خمسه دقائق نبقى نسالو نكرر نسالو ما تجاوبنيش تبقى تجبد عليا وتتمطط وتتلوط. كي غادي نوض ساكرمك جيدا وغادي نكرمك الكرم انت ماشي شي جني اخر معاك، انت اللي غادي تذوق العذاب واضح. والا نزلت نطلعك وانت غادي تذوق العذاب. يعني تواضع معايا كيما راني متواضع معاك وكرمتك وجلستك في الكرسي قربتك هنايا عطيتك ميكرو باش نسمعك مزيان، احترمت حتى الصوت المنخفض ديالك. يعني شاد الاحترام في كله، في التالي غادي تقلب 140 درجه كما كندير مع اي جني وكما كتشوف مع اي جني. يعني غادي تكارفص وتمرمد حتى حدرت راسي فيك صافي، حطيت عيني في عينك. سؤال الا سولتك جاوبني، وهادشي كله غادي نكشفو من بعد ربع ساعه 15 دقيقه نعرفك واش كذبت ولا ما كذبتش باذن الله. شحال من سنه وانت فيها؟ شحال من سنة وانت فيها؟ قليل. شحال كاع شحال؟ كم سنوات؟ سبع سنين. واخا دابا بغيت نسبل سؤال وجاوبني عليه. دابا انت هو ميمو؟ دابا انت ميمون اللي تذكر؟ معليش العشية طويلة. كنستناك زعما تفضل تفضل تفضل. الله يهديك الى صراط الله السبيل المستقيم. سبع سنين وانت فيها؟ واخا انت 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 سبق لك طلعت وتكلمت؟ انا ما سميتك لا ميمون لا ميمونه. انا مازال ما تعرفتش عليك، انا عاد باغي ندير معاك تعارف. انت شكون فيهم انت؟ انا العاشق. واخا سيدي انت العاشق، واخا انت اللي لقبت بهذا الاسم ديال ميمون مول الكرافطه والمسطاج والكوستيم والمسطاج. انت واش انت اللي تطلق عليك هذا الاسم؟ انتم البشر من سميتوني ميمون. مزيان نقزوا هذه النقطه. سؤال انا نعاود نسالك سيدي نبعدوا على هذا الشيء. دابا انت في هاد اللحظة كاين بوحدك في هاد الجسم؟
دابا فهاد الدقيقه اللي كنهضر معاك كاين راسك فهاد الاسم اه بقيت غير بوحدك ما بقيتش يجينا واحد اخر واخا ما نمشيوش بعيد اسيدي تقال ان بقات غير عائشه وجوج تاع الجن نخرج يروى في روايه في روايه ابي الزناد عن الاعرج واخا سيدي تقال ان عائشه هي اللي بقات ودوك انا كي بديت ندير الرقيه رايت حركات وحست ان هناك عاشق والله اعلى واعلم انت طلعت قلت لي انا عاشق تاثرت في العاشق قلت انا احبه دابا السؤال الموجه واش كاين بوحدك حنا غادي نقزو نتخيلوا ان عمرها دارت الرقيه هي انا نسولك انت انا ماشي نبني على الماضي فاطمه تفضل وتفضل عيشة زيد في هذا الجسد ماشي خارج الجسد خارج الجسد راه الحيط تقابي وفيهم الجنون شتي لا دقيت مسمار وقلعتو يقدر يسكن تما جن ما كنسولكش حنا عليه هنا وهنا وهنا في هذا السقيطه في هذا البدن الداخل اللي هما كاينين لداخل بحالك انت يستطيع التلبس والكلام ويستولي على عضو من الاعضاء في هذا الجسم شي واحد كاين معاك كاين معاك جن لداخل انا زيد هكا كان يهضر هكا كان يهضر في الوقت عمرو طلع هذا اول مره يطلع اول مره زيد دابا انت الكبير ديالهم هنايا انت مول شي زيد كمل انت نرجعوا للموضوع انت شكون اخر معك يا ويلتا زيد كمل الوقت الوقت راه يضيع خليني نمشي درك انا نوض وسير كي نوض انا انت بغيت تمشي قلع داك الميكروفون من راسها كنت نهضر معاك مزيان دروشت معاك تعاملت معاك مليح سالتك كتجبد عليا ضحكت دابا جات وليت انا غادي نضحك عليك الا ما كملتش معايا داكشي اللي راني باغيه ما غاديش تسلك معايا هاد الشيء غاديش تكون الاوضاع ديالك مزيانه شويه غادي تمحل دابا غادي نشوف اللي غادي تمحل نكملوها هضره ولا نكملوها بلغه الايدي نسألك تكمل معايا الجواب ولا نوض من بلاصتي نجاوبك جاوبني مزيان اخر مره غادي نسالك واخر مره نستنى منك الجواب واخر مره نقول لك هضر تعطل نوض نعطيك هذه العصا وفين تنضر انت ماشي فين تنضر هي صافي السؤال واش كاين بوحدك في هذا الجسد ما تشيرليش مليها وتشير لي مليها وتشي انت شحال كاين معاك مجيني في هذا الجسد هاني ساكت زوج شكون هما هاد الزوج شكون هما شكون عيشة الحنينة عيشة ميمة الحنينة زيد روح زيد زيد الحاج وعلاش قلتو رحنا خرجنا علاش قلتو رحنا خرجنا بقات غير عيشة هضرة ماشي حاج هذا راه دوك الانكوليزي اللي كيشربوا لها الكول واخا هاد انت كاين معاك هاد عيشه وكاين معاك هاد الحاج شكون هو الكبير فيكم هنا شكون الامر والناهي والحاكم شكون اللي فيدو الشغل انت انا انت ملي كنا حنا كناديو في الاول كنقول اكبرهم اعظمهم اقواهم انت تما طلعت واخا دابا هاد عيشه تحت يدك تحت السلطه ديالك يا ربي شكرا طالع يا خويا طلع عوج راه غادي نتكرفس عليك راه سافتارسك راه غادي نمرمدك واش كاين واش انت اللي انت عايشه وهاد الحاج كاينين تحت الامره ديالك والسلطه ديالك لا واش وعلاش كتقول لي انا الكبير وانا الاقوى درك انا اليهودي الله يسخر كنقول لك انا شكون اللي كيحكمكم في هذا الجسد شكون اللي هو اكبر ما يمكنش يتلاقاو ثلاثه في جسد ويكونوا متساويين في الطبقه لابد يكون قائد لابد يكون واحد كيحرككم لا بدكم واحد كي امركم شكون هو الكبير في هذا الجسد الحاج وهذا الحاج مسلم مسلم وعارفك انت عاشق وزاني الله يسخر وهذا الحاج هذا متاكد انت بلي مسلم علاش ما نقدروش نقولوا بلي غير انت وكدير هذه الادوار مره دير فيها عيشه مره دير فيها الحاج مره تقول لا راهم خرجوا دوك الزوج بقات غير عيشه كل شيء ممكن يقدر ياك
نزل على الأرض. تسرح دي لها بسدة تحط رأسه. قلت لك تبغيها يا وسولناك جو تبغيها بزاف كتمثل بالادوار والحاجه وكتخيل هذيك الاحلام وديك الرؤى بالله كاين غيرك جاوبني نعاود نسالك ولا تكمل نكملوها عصا واش جاوبني جاوب واش كاين بوحدك واش كدير فيها كاين زوج كاين ثلاثه كاين ربع ونفس الصيغه كيهضر بها ملي كيطلع هاد الحال العيشه شويه غادي نسولك انا نسولك واش هاد القصه نتاع الحاج وعيشه انت مخترعها جاوبني واش شكون انت دبعت صوتك قلت لك كاين بوحدي عاوتاني جاوبني واش جاوبني انت جاوبني انا كنسولك جاوبني واش كاين راسك واش كاين الراس وهاد القصه نتاع العكاز والحاج وعيشه انت اللي اخترعتها لا وشكون اللي اخترعها هما جاو وخوف راهم هما دابا هما جاو هما هما دابا في هاد اللحظه كاينه معاك عيشه في هاد الجسد وانت جاوبني عيشه عيشه واش هاد عيشه كاينه معاك عيشه واش كاينه معاك ويلي ويلي عيشه ويلي عيشه 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 واش هاد عيشه كاينه معاك هنا اي 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 انا نبغي انت خليك معايا غير انت كتسمعني كتسمعني واش هاد عيشه كاينه معاك هنا كاين شي تشتغل وهذا ما شاهد هذيك هي قصه شويه بيزار نسايروها ونجيروها واش هاد عيشه كاينه معاك هنا جاوبني نخف عليك هي نقلع رجلي وتسمعني الهضره جاوبني ما ديرش الروطه لا ما تمأمأش عليا لا سؤال جاوب في البلاصه ما تعطلش تأكد كل هذا عيشة هذه مش كاينه معك هنا ولا ما ديرش انا كنسولك زعما كنسولك جاوبني ما تعطلش ما تعطلش كنسولك واه ولا لا عيشة انت ماشي عيشة انت بغيتك انت تعشقها كتبغيها جاوبني وانا بغيتك انت بغيتك انت صافي الله يجعل البركه واش هاد عيشة وهاد الحاج هذا مسلم راضي بهاد الشيء اللي كديرو نتايا لا واخ ودابا مادام انهم ما راضينش بهاد الشيء اللي كديرو نتا وجايرنا في هاد القصه خليني نهضر تمشي نطلعك والله حتى نطلعك بالحلوف كاع يلاه صافي اسمع دابا هاد الحاج اللي هو مسلم ومؤمن قلت لي ما راضينش بهاد الشيء اللي كديرو نتا لا والا ما كانوش راضيين بهاد الشيء اللي كديرو نتا وكنت اضعف منهم نورمال كون اتاكاوك وما بقيتش فهمت يعني دابا يعني انت اللي راك مسير هادشي في هاد الجسد جاوبني انا كنجاوبك شويه انت اللي كتحركهم في الجسد واش انت اللي كتحركهم في هاد البدن انت اقوى منهم جاوبني واش انت اللي كتحركهم في هاد الجسد جاوبني
لا لا خلي 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 اسمعني عاود نسولك وتجاوبني صافي ولاك باغي توجع عاجبك هكا هاد الحال صافي واش راك راضي بهذا الشيء لا ولا ماكش راضي كنسولك جاوبني كي غادي نقلع الجري في البلاصه جاوبني ما تعطلش صافي الناس راه تستنى صافي غنسولك دابا تعطلت نعاود نوض صافي وصافي صافي يلا السؤال الاول تعطل نوض عليك نعفط عليك الا كان هاد الحاج هو مسلم عموما وقرأ القرآن ولا بصلب يض ودهل السوق وراها ساحر في الأحلام وهتخربك كامل يعني هذا ما شاء الله عليه هذه الحاجة دابا واش هذه الحاجة غادي يرضى أنه يكون جني في هذا الجسد وزاني وكيزني ومخليه ما راضيش ما راضيش وخ شنو هو السبب اللي خلى هذه الحاجة ما يقدش يحيدك من هذا الجسد العقد أجل ولك العقد 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 انا نسولك ما جبتش نوطع عليك عاود ثاني شوف فهمت كمل العقد قلت لي ياك كنسولك قول لي راني نسمعك مين اللي بلاك تسمعني قلت لي العقد اسمع قلت لي العقد واخا واش دخل العقد في جني كيعشق مرا وفص داك الجسد اللي فيه داك جني كيعشق مرا كاين جني كبير في السن ومسلم مؤمن موحد وكيقرا القران وبالعكس وصل درجه ديال الايمان وطيه زعما واش هاد الجني اللي وصل هاد الرتبه وكيجيو معاه الجن من القبيله ديالو ولا العشره ديالو يقراو معاه القران ويديروا حلاقيه هل هاد الجني ما قادرش اتاكي جني زاني مع هاد الجسد انا اسكن في البطن لا ماش دخلنا في هذا الموضوع ماشي هذا هو موضوعنا الله يزيك تكون تسكن في الصبع الصغير نتاع رجله وهو ساكن في الراس راكم هنا واش هو هذا الجني راضي انه يكون معه زاني يهودي لا لا, لا. شنو هو السبب اللي مانعو باش يخرجك اذا كان هو قوي انا واش. في البطن وخارج من الجسم وخارج طلع يا مؤخرا طلع ياك اخويا خارج من الجسم هو راه طلع فيها هو خارج من الجسم هو يسكن على اليد اليمنى هو راه طلع فيه اليد اليمنى وانت قلت لي خارج الجسم شويه راه في اليد اليمنى وهو ديجا طلع فيها لكن هو اصلا كاين راه طلع وناض كبير في السن وبالعكازه ويضلع يعني راه هو فيها واش فهمت وجاوبني ليس هو انا تهضر فيها زعما بلي هو انا 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 اشرح لنا وفهم انا اشرح لنا وفهم انا انا الوحيد انا الوحيد في البطن انا الوحيد في البطن مش هذا هو السؤال نعاود نطلع عليك وفهمني آه هو راه طلع فيها وبان عند الاخ اسكت سد فمك سرح يديك وسد فمك هو كي جا دير الرقية هنا طلع فيها هاد الشيخ العجوز جاوبني هو راه واش راك تسمعني ولا لا كنت انا كنت انا 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 واش كنت من واش كنت كتمثل انا من البس الجلباب وانا من البس فساتين وانا من البس الكوستيم وانا من البس كل شيء واخا عينك انا بوحدك ولا كيف الزام انا بوحدي وهذيك عيشه اللي قلت لها يا عيشه طلعت والصوت ديال المراه هذيك ريجات ومشات ربي
هذيك غير جات انا بوحدي. صافي اسكت دابا في هذه اللحظه في هذه الدقيقه. هذا الجسد فيه جن غير انا بوحدي. ياك قبل اش يتلعب القلب قلت لك كاين جن. انا بوحدي دابا يعني هذوك ما تعاملش مع جن اخر. انا بوحدي الا قتلناك بالعصا ومت ولا هربت ولا خرج ما خصش يكون هنا جن. هاكا دابا بغيت نعرف انا غير واحد الحاجه. هاد الحاج ماشي هو اللي طلع فيها عند الاخ هرم اللي كان يقول لها الرقيه. انت كنت تمثل ديما يطلع قول ارفع صوتك. اه انت كنت كتمثل. اه وعلاش اختاريت داك الدور نتاع داك الحاج؟ علاش بالضبط اختاريت الدور نتاع الحاج بغيت تمثل الدور نتاع الحاج؟ واسكت انت يا اسكت جاي تهضر بزاف. جاوبني على السؤال ديالي. حيد يدك انت في الدقيقة اللي تقول تقصد لي بلا كاين راسك. واخا وهاد عيشة اللي جاتي دوكا واحد الخمسة دقائق وطلعت وبقات انا عيشة انت اللي كنت تمثل. اه دوكا قال لك هي جات ومشات. يلا دابا تيبط شي خيط في هاد الشيء. هذا القصة مطلوع ديالها عامرة بالكذوب. القصة ملي قلعت القصة مقلعة كذوب فهمتني. يلا واسمعني يلا وحي يدك واسمعني. دابا واش هاد البطن فيها سحر؟ جاوب بالزربة باش ما يضربكش. فيها سحر واخا تاكل مشروب. واخا شكون دارو الانس الانس تكلم معايا كيما كنت تكلم معايا بهداوه وبلا طافه. لا انا نقلع رجلي كيف سولت جاوبني ما تقدرش تعاود الهضره. انس واخا هاد الانس هادو من الاقارب ديالها. اوف واش هاد الانس من الاقارب ديالها؟ من الاقارب ديال راجلها. واخا الله يسخر اسيدي. دابا خلاصه الكون انت كاين بوحدك تقدر تبغي تعرف شكون لدى بغيت شكون هذا اللي دافع هادشي؟ انا بوحدي. ها؟ شكون هاد العائلة ديال الراجل؟ انا سأذهب لا تمشيش. قلنا شكون يلا سأذهب إلا ذهبت وطلعناك نعطوك عصا أكثر من هكا. أنا ما قلت لك لا ذهب لا ما تذهب. تسمعني؟ غادي تبقى هكا وما تذهب ما والو. تذهب وطلنا لك هذا القطعه ديال العصا. يعني غتحطي يديك وتسمع معايا الهضره. صافي باش واش ولا لا؟ والله ما تقول لا اذهب ما تعاود الهضره. هاد السحر هذا درت شفت مع اقارب ديال الزوج ديالها. شكون هي؟ شكون فيهم؟ حلو هاد السحر اللي كاين في البطن ديالها صنعته انسية ووكلوه لها. دابا انت قادر تقيه ولا ما قادرش تقيه؟ مش قادر ولا ما قادرش؟ دابا لا. علاش؟ واخا ولا ما بغيتش تقيه انت دابا قادر انت تخرج دابا وحنا نخرجوه لها مرة اخرى بعدا عاشا تتبعو في السحر. انت قادر تخرج دابا؟ قادر تخرج. واخا بغيت نسولك. اصبر هاد الخروج اللي راك باغي تخرجو
واش فيه تمثيل وغادي تخبط وضرب 3 ايام 4 ايام شهر شهرين وتولي تطلع ولا راك باغي دير عليه شي تمثيليه باللي هاني خرجت وتقدر رجلها بحركه طاف 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 تولي عاود لقاك تما لا كنعرف بلي راني محكوك مع الجنه كنبقي لها غير ونولي جن بحالهم يعني شتي اللي كذبت عليا هذا كي غادي ينوض نايت نقول له ما خرجش لا ما غاديش فهمتني وغادي تكرفص في حياتي ما نخرجش واش خرج طاعه لله حقا وصدقه انا عييت غنخرج واخا دابا انت ساكن الرحم انا عييت وانت جاوبني على سؤالي ساكن الرحم آه. واخا واش كتسبب لها واش المشاكل اللي دايره لها شنو المشاكل اللي دارت واش المشاكل اللي دايره انا غادي نخرج لو ما بقى عندها والو شنو المشاكل اللي دايره ما بقى عندها والو واش هما المشاكل اللي دايره لها قول ذكرهم فمك يصبر هي ما عادش تولد زيد ما تولدش ما تولدش علاش علاش ما تولدش انا كنت ندير لها المشاكل دابا ملي نخرج غادي تولد كلشي عادي مزيان ان شاء الله دابا تسكن الرحم زيد زيد وشو من الاضرار اللي متسبب بهم غير الولادة واش كدير الاوجاع فين هاد الاوجاع الاوجاع في البطن ونقص هادي زيد شي حاجه اخرى وزيد شي حاجه اخرى خلاص اي صبر اي صبر دوس في الرحم غادي ينفعني من دابا واحد 5 دقائق في الرحم زيد وفي الظهر زيد وفي الكتفين زيد المهم داير لها كلشي ساخرج ما خلينا ما غاديش تخرج ما غاديش تخرج المغرب كامل ما كانش تخرج من هذه البلاد سؤال 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 وشو ما الاضرار اللي متسبب لها بهم مثلا اعطيني مثال قولي انا مثلا انا كنضعف لها النظر شي يجيني هكاجا ونشرح لك كاع نعطيك التفصيل المهم مثلا انا انفرها من زوجها في الفراش مثلا اشياء مثل هذا القبيل انا عارف انك راك ساكنه توجع هذا راه باين واش غتكون دير لها هر ولا توجع واش كدير شنو الدور ديالك واش كاع كدير الاضرار اللي متسبب بهم التعطيلات اللي انت متسبب بهم هي تبدا بز مع راجلها بزاف زيد زيد وراجلها حتى هو واخا السؤال هو كتكرهها انت في الزوج ديالها حتى هو تكرهها فيها حتى هو زيد يلا زيد زيد وهي وزيد هي زيد وهي مره وهي شوف وهي كنت قادر تقولها لنا مره وتكمل اش تقولها لي ثلاثه اخويا اش قلت هي تذكرها هي تذكرها الزوج ديالها يعني دوكا ما كتبغيش تشوف فيه ما كتبغيش لا ما تبغيش واخا صافي دابا انت راك باغي تخرج انا نخرج نفهمك نخرج نخرج الابن ديالها واخا القصه نتاع الابن ديالها والمرض ديالو واش سمع ما تقطعنيش واش راك توهمهم باللي انت راك دير له داك الشيء ولا اصلا انت راك دير له داكشي بدا تكذب عليهم وتبدل بلي انت اللي دار داكشي ماشي ادم اللي درت ليه داكشي شكون اللي دار داكشي واحد اخرين واخا هاد الاخرين كاينين فيه هو هذاك واش فيه في الجسد ديالو هما راه بداو تيمشيو بداو تيمشيو ما بقاوش بزاف كان فيه بزاف كانت كان فيه بزاف مشاو مشاو واخا مابقاوش بزاف هاد الولد هذا تزاد هاكاك لا فكاش ولا عنده هذا المشكل هو ملي تزاد زيد وبلا عندك المشكل زيد واش ملي تزاد ولا عندك المشكل حتى كبر شوي واش راه عنده معاه فكاش بدا عنده المشكل ربع سنين نقول لك نقول لك انا نقول لك انا نقول لك امونس 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 بدا زيد امونس زيد امونس ولا عنده مشكل تعمل هذا المشكل هاد المشاكل كلها من العين والحسد والسحر زيد وجمعات عليه زيد جمعات عليه هذاك الدري واخا دابا انت الا خرجت من هاد العشاء ولينا درنا في القيمه نلقاو شي حاجه في هاد العشاء لا ولا لقينا شي حاجه ما تلقى والو اسمع انا نقول لك اسمع دابا انت كتقول واحد الكلام وخصك تثبت عليه تعرف علاش حيت الا كنت كذاب غادي تطلع بالرقيه ولا طلعت بالرقيه غادي نقلب عليك وانا بومبا سويفي ماشي غادي نتكفص عليك غادي نمرمدك غادي تبكي توجع كيما دوكا وكطار هذا الغيت ليت وشي هذا صافي واسمعني ولا درت فيها خرجت وما خرجت غادي تكرفس كما قلت لك تكرفس تاع المعقول ولا خرجت كاع صدقا وطلع فيها شي جي من اخر ما ياخذ فيك الحق اسال الله العظيم رب العالمين لا يقيم لك القائم ولا يعلي لك الرائم يعني انت متاكد بلي غادي تخرج ما غاديش يكون جي من اخر يعني دابا الا كان السحر في البطن وانت اللي دخلت به انت اللي حتى كانوا شي جي من خارج البدن انت تفتح لهم المجال باش يدخل إذا كان سحر في كرشها وانت خدام على هذا السحر في كرشها وساكن الرحيم ديالها وكرشها
ومعطل عليها يعني انت مول هذه المشاكل كاملين. انت عندك المقدور قال لك انت الموكل بالساحه شفت الابواب خدام يدخلوا وعندك المقدور تغلق الابواب خدام يدخلوا كاين هادشي ما كاينش كرمك عندك لسان عندك لسان جاوبني من لسان يعني دوك واش غادي دير ديك التمثيليه اللي مثلتها على الله قبل مني تقول لي غادي نخرج 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 ما تخرجش لا ما تخرجش قولها لي دركا حيت الا تبحت تحت نتعصب شي لا قد نقرا 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 وما خرجتش غادي نتعصب ولا تعصبت ما غاديش نزيد نقرا نتكلفص عليك نخرج دابا دابا منين دخلت منين دخلت منين مرجلها اليسرى ولا بغيت تخرج منين بغيت تخرج منين والله الا ملعون حق الله العظيم تخرج يلا بيبي توكل على الله يلا خرج تخرج يلا خرج خرج صافي خرجت صافي مشيت واش مشيت يا ربي واه الشريف واش خرجت ولا مازال واش الشريف انت غير فهمنا ربي قول ربي واش خرجت ولا مازال قلت لنا خرجت واش شريف يا كي دابا قلت لنا خرجت الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر من كل عاشق والهاب الله أكبر من كل جان سكن الأرحام الله أكبر من كل جان على الأجنة والنطفة والعلق الله أكبر من كل جان مكن التفريق بين المرأة وزوجها قيد للتفريق بين المرأة وزوجها عقد للتفريق بين المرأة وزوجها سلطوه للفراق والشقاق سلطوه للعداوة والطلاق الله أكبر من كل جان يسمع ويرى الله أكبر من كل جني سكن الرحم استخفى في الرحم نسى في الرحم توارى في الرحم اختبأ في الرحم اللهم عليك به لا تقم له قائمة ولا تعلي له راية ولا تبلغ مقصدا ولا غاية اللهم عليك به ومن أرسله ومن وكله ومن قيده ومن على الأبدان سلطه اللهم عليك به لا تقم له قائمة ولا تعلي له راية ولا تبلغ مقصدا ولا غاية اللهم ذق الذل والذلة وذق طعم الذل والذلة اللهم عليك بكل عاشق ماكر اللهم عليك بكل خادم سحر ماكر اللهم
عليك بكل ظالم ماكر، هم عليك بكل معتد ماكر، هم عليك بكل شيطان ماكر، هم عليك بكل ظالم ماكر، هم عليك بكل عنيد ماكر، هم عليك بكل متكبر ماكر، هم عليك بكل متكبر ماكر، هم عليك بكل عاشق ماكر، هم عليك بكل عاشق ماكر، هم عليك بكل زان زان ماكر، هم عليك بكل زان ماكر، هم عليك بكل زان ماكر، هم عليك بكل زان ماكر، اللهم اجعل من فوقه نار ومن تحته نار وعن يمينه نار وعن شماله نار، اللهم اجعله اذا قام يتألم واذا قعد يتألم واذا اضطجع يتألم ألما ألما كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار، اللهم اصليهم نار وأطعمهم نار واسقهم نار وزدهم نار وضاعف لهم نار وصب عليهم ألما وعذابا ونار، واسقهم ألما وعذابا ونار وزدهم ألما وعذابا ونار، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، اللهم ذقهم العذاب وصب عليهم النار والألم والعذاب، واسقهم النار والألم والعذاب واغدق عليهم بالنار والألم والعذاب وضاعف لهم النار والألم والعذاب، اجعلهم يا ربي إذا قاموا يتألمون وإذا قعدوا يتألمون وإذا اضطجعوا يتألمون، اللهم زدهم ألما وضاعف لهم ألما وصب عليهم ألما واسقهم نارا وألما واسقهم نارا وألما، اجعلهم يا ربي إذا قاموا يتألمون وإذا قعدوا يتألمون وإذا اضطجعوا يتألمون، اللهم احرق أبدانهم واحرق أجسادهم واحرق عوراتهم وابطر شهواتهم، اللهم احرق عوراتهم وانزع شهواتهم وابطر شهواتهم، اللهم احرق عوراتهم وابطر شهواتهم، عليك بكل عاشق أحب الجمال، اللهم عليك بكل عاشق عشق الجمال، اللهم عليك بكل عاشق استخلف الحسن والجمال، أحب الحسن والجمال، أرادها لنفسه، أحبها لنفسه، استخلصها لنفسه، اجعل يا رب من تحته نارا لا بردا ولا سلامة، ومن فوقه نارا لا بردا ولا سلامة، 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، اللهم أحرق الظالمين، اللهم أهلك الظالمين، اللهم عذب الظالمين، اللهم دمر الظالمين، اللهم لا تقم للظالمين قائمة ولا تعلن الظالمين راية ولا تبلغ الظالمين مقصدا ولا غاية، اللهم لا تقم للظالمين قائمة ولا تعلن الظالمين راية ولا تبلغ الظالمين مقصدا ولا غاية، اللهم واجعل دائرة السوء عليهم، اللهم شدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم واجعل الدمار والشتات عليهم وبينهم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا إله غيرك، اللهم لا تقم لهم قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية، اجعل اللهم يا رب دوائر السوء عليهم، اللهم احرق أبدانهم ودورهم وبيوتهم ومساكنهم، اللهم ارنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير. كتسمعنا أختي؟ فتحي عينيك أجي كلسي هنا أجي كلسي. حسب شي ألم شي بلاصة شويه هنايا في راسك ما راكش ضرك كرشك ما راكش حاسه بشي وجاع ولا شي حاجه صافي قلتي حاسه بشي الم لا هذا الركابي ديالي شويه وكرشك ما راكش ضرك لا دابا لا صافي واخا الضهر ديالك راه يوجعك لا واخا تقدري تقولي لي واش دابا راك حاسه بشي حاجه تبدلت
خفيت واحد شويه بحال هاد الخفوفيه. انا ما قلتش خرج، انا ما قلتش خرج، شكون واضحين خفافيتي. تقدر تسخلي بحال هذا. علاش قلتي خفافيتي؟ كنتي ثقيله من قبل، شنو هما الحوايج اللي كانوا تقال وما نوعات تقول يعني اللي كانت مثلا؟ كنت هزه واحد الثقل هنايا فين على كتافي. وصفي لي الثقل اللي كنت هزه على كتافك. وصفي لي مزيان. بحال اللي كنت هزه الحديد على الكتاف ديالي دائما. زيدي ثقالين بزاف زيدي. واخا درتي الرقيه ما كانش يحيد منك داك هذا الثقل. هذا هاد الثقل دابا كنحس براسي خفيفه من هنايا. مزيان، يعني دوكا كحاسه بداك الثقل ما كيعينش. yeah. الحمد لله. الظهر ديالي خفاف. حتى الظهر خفاف والثقل اللي كان على الكتاف خفاف. خفاف صافي. وهاد الثقل اللي راه في الظهر وفي الكتاف كنتي كتحسي به كيخفاف مور ما كنتي كتسالي الرقي عند راقي ولا عند رقات ولا لهيه ولا هنا ولا مثلا؟ شويه ماشي كله. ماشي كله. دوكا واش كله دوكا حاسه؟ دابا كنحس براسي بحال اللي خفيفه. زيدي خفيفه وهذا بحال اللي كنت في الدوش ولا ما نعرف. زيدي وظهري ما بقاش كيضرني من هنايا. واخا كرشك كتحسي بشي حاجه غادي تخفي فيها درك بحال دقات القلب ولا لا والو كاع؟ لا ما راهش ضرك. زيديني شي حاجه اخرى، عطيني شي فوس شي حاجه شي حاجه شي حاجه اخرى. الكرش ديالي ما بقاش كيضرني دابا. ما راهش ضرك كرشك. ها راهش ضرك دابا ما كضرنيش وظهري ما كيضرنيش وكتافك ما كيضرنيش. كتافي ما كيضرنيش. زيدي اي حاجه اي حاجه زيديني معلومات اخرى. قلت لك راسي كان كيضرني بزاف دابا ولا عين لهنا شويه. زيدي بحال وليت كنشوف مزيان. ما كنتيش تشوفي مزيان ولا شاعلين الضو بزاف؟ لا ما كنتيش تشوفي مزيان. كيما دخلتي لقيتي الضو باقي ما رقصنا ما زدنا. مش على شي ضو حتى اصلا كنتلاقى مع شي واحد من العائله ولا شي حاجه كنت كيدوز قلت لي شكون هذا. فهمتك دابا كنتي فيه مزيان بعينيك تبارك بحال اللي تزاد الضو ملي دخلت كان يمكن شويه. زيد زيد عطيني زدني حوايج اخرين. نقدر نقول لك مزيانه 90% ولا 100% ولا 80% النسبه المئويه ولا 99%؟ انا كنحس براسي دابا مزيانه. شحال النسبه المئويه؟ شحال 99%؟ متاكده بلي 99%؟ انا ليسونسيال هو ان ظهري ما تضرنيش. داك كان تضرني بزاف والثقل كان ليا بزاف دابا خفيف الحمد لله. هاد الاحاسيس تقدر توصفيهم لي في نسبه مئويه نتاع 99%؟ قلتي انت 99%. يعني كان باقي لك غير واحد وتقولي 100%. قلت لا ركابي ديالي شويه كضروني. زيدي هذه اللي كنحس بها. ماشي ملي كنتي كطوي رجليك وكنتي كدفعيه ولا شي حاجه بحال هكا؟ واخا متاكده بلي 99% راكي مزيانه. تسمع تمشي تحركي شويه. تمشي شوفي. كيفاش كتبان لك الحلقة ديالي؟ كنت كتزقي بزاف. الحلقة ديالي كيضرني شوية. واه كنت كتغوتي. زيدي. وأنا كيفاش كنبان لك؟ قولي لي. قولي لي 99%؟ 99%؟ مزيان كنحس براسي مزيان. بزاف. والله. نسبة كبيرة. نسبة كبيرة. قولي والله إلا راني مزيان. والله حتى مزيانة. دابا المهم خفتي عرفتي شنو واحد الثقل كان على الكتاف ديالي راه النهار اللي جيت ما تصورش. واخا الرقية واخا ما كاين والو. كنت ملي كندير الرقية كانت يخفاف شوية كينقص شوية. بصح ماشي شي حاجة كثيرة. ماشي شي حاجة كثيرة. وكيولي يرجع. دوكا راكي حاسة براسك مزيانة. دابا زيدي قنعيني قنعيني بزاف. دابا نقتنع. دابا حاسة براسي مزيان. شي حاجة أخرى باش نزيد نقتنع أكثر. نقول لك كانت يكون عندي الحريق دائما هنايا. في الجناب. أه. نتاع القرون نتاع الوالدة. أه. القرون ديال الوالدة. زيدي. دابا ما كاينينش. ما كاينينش داك الحريق في القرون ديال الوالدة. زيدي شي حاجه اخرى. اي بغيت نقتنع غير زيديني شويه. هنا زيدي راه كنطلع فوق كميه قنطار والصرف. زيدي زيدي غير زيدي زيديني معلومات اخرى. واحد هنايا كان ملي كندير هكا كيضرني. زيدي المهم المهم دابا كيسولك على داك الشيء اللي كان عندك من قبل ودابا خلينا نديرو شي حاجه اللي عاد جديده هنا ولا في الرجال ولا لا شي حاجه جديده هي صافي هذاك ما كيسولكش على كيسولك على القديم. القديم كنحس براسي اليز مزيان مزيان مزيان.
الحمد لله. تقدر دابا نمشي نتعرف. لم اش هادشي كامل درتي والو. انا نقول لك اش هادشي كله كله اعتذر، ولكن في سياق الكلام لربما لو كان درتي لقى عندي واحد اخر يقول لك بريتي، بصح انا ما نقدرش نقول لك بريتي. تعرفي علاش؟ حيت خصني نقدر نقول لك ولي وكي ترجعي غندير لك الرقيه. الرقيه طويله كيطمئن القلب وحتى في راسك واحد الفكره باللي انت راكي مزيانه، راكي كيما قلتي بفمك راني مزيانه بزاف والله الا راني مزيانه وراني اليز وراني 99% خفيفه. وانا محمد اتكلم عن نفسي، اتمنى ان هاد الفتره اللي غادي تمشي لاوروبا وتقضيها تما مع وليداتك ودارك حتى لشهر 4 مش شهر واحد، حتى يعني هاد الربع شهور اتمنى انها تدوز سعيده وتدوز طيبه وتدوز مباركه وتدوز زينه وتدوز ان شاء الله باذن الله في قمه المستوى وتكوني مزيانه. وكي ترجعي ترجعي ديري الرقيه، يعني سيري من فكره انك راكي مزيانه بصح ما قلتش بفمي راكي بغيتي. صافي واضح الحمد لله رب العالمين. راكي مزيانه الحمد لله مزيانه الحمد صافي الحمد لله. يعني شي شنو شحال كنت ثقيله كنت نقول اجي قصينا وهضري نقول انا راه ما نعرف شنو كان عليا، كنت هز واحد الحمل كبير بزاف واحد الحديد بحال كنتي كتريني الحديد ودابا داك الحمل كله ما بقاش. شتيك بحال اللي راه شي جبل كان فوق ظهري محطوط ليا، ما كنتش كنقدر ندير هكا زيدي، ما كنتش كنقدر ندير زعما شي حركه هكا، ما كنتش كنقدر نديرها. كيبان لي بان راه اللي درت هكا غادي العنق ديالي تهرس. ودابا دابا كي سو بليز قدرت شنو راه انا الظهر ديالي هنا انت كوندو كتقدر بزاف. عاد الظهر ديالي راه شحال من مره درت عليه سكانر تيقولوا لي ما عندكش هكا، كنقول له راه عندي الحريق. دابا ما كاينش شنو كدير سكانر كيقول سكانر ام ار تي عندك سكانر شحال درتو من مره ومكانش يقول لي ما عندك والو، وهكا كان تيكون عندي الحريق بزاف. حتى الكرش درت عليه عمليه ثلاثه د المرات ما كيلقاوها زيد هادو كلهم، كنت زعما كان عندي فيهم الحريق بزاف. وراه مؤخرا مشيت لعند الطبيب قال لي خصك تمشي عند بسيكولوج ما عندك والو. قالوا هادي راه مسطيه وداك يدخلها الثلج مدردزه هبيله. تبركي مزيانه في عقلك في الذكاء ديالك في المخ ديالك في الشوف ديالك في ظهرك، داكشي اللي مشيت درت عليه السكانر في ظهرك دركا كنتي كتالمي منه دابا ما بقاش ما راكيش حاسه به، وانت جيتي دخلتي به كيوجعك ودابا ما راكيش حاسه به. الحمد لله على بركه القران الحمد لله. شنو درتي؟ شنو درتي؟ والو اختي تعرف شي راه انا لا يرقبك. عيط خو رقم هادشي. ان شاء الله انا لا يرقبك وصافي واش درنا. الحمد لله. لا لا معليش الحمد لله الله يوفقنا لكل امين يا رب العالمين. الله يفرج على امة محمد قاطبة. الحمد لله رب العالمين. لا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الطاهر التقي النقي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين المحجلين ما دامت السماوات والأرضين. مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حزنا ولا ألما. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين واهد اللهم يا رب أمة محمد أجمعين إلى الحق والسداد والرشد واليقين، وتب يا حي يا قيوم علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر يا رب لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا واصلح حالنا وأحوالنا. اللهم انزل رحمتك ولطفك على أجسادنا وأبداننا. كن اللهم يا رب لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا. اللهم انزع الضر من جسد كل مريض. اللهم انزع البلاء من كل مريض. اللهم ارفع الداء والضر من جسد كل مريض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عنا عيوبنا واهد قلوبنا. لا اله الا انت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا اله غيرك. اسالك اللهم رب الجنه وما قرب اليها من قول او فعل او عمل. اعوذك اللهم يا رب من النار وما قرب وما ادى اليها من قول او فعل او عمل. اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك الفواحش والمعاصي والزلات والاثام والمنكرات. اللهم اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما هو ات يا رب الارض والسماوات. اعل اللهم يا رب قدرنا وافعل اللهم يا رب شاننا وانصرنا بحق كتابك المقدس العظيم على من عادانا واذانا وانتهك اجسادنا وابداننا. لا اله الا الله ما شاء الله كان وما لم يكن. حسبنا الله ونعم الوكيل. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الاولين
وصل اللهم يا ربي على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة تامة كاملة أبدا من السماوات والأرضين، صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتهدي بها قلوبنا، اصلح اللهم يا ربي بها حالنا وأحوالنا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما هو آت يا رب الأرض والسماوات، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا يا ربي للحق هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضر ولا عين ولا سحر ولا حسدا ولا ألما. اللهم يا فاهم مسلما فهمنا ويا معلم داود علمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. ربي ما كان مصابا فمنك وحدك، وما كان خطأ أو سهو أو زل نسيان في الطريقة أو القراءة أو النطق أو الكلام فنفس من الشيطان والله ورسوله منه أبرار. الله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم اجعلهم في حسن حصين بحق السبع المثاني والقرآن العظيم، من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مزيانة بزاف بزاف الحمد لله الحمد لله يا ربي. هيك جلسي عرفتي مش وصلنا عندك مشاكل في المطر، مشاكل في الطوموبيل، ما بدلونا الطوموبيل ودينا طوموبيل وحدة أخرى توصلنا بها نص الطريق ونسينا الأوراق فوق البيرو ورجعنا لعندهم وقلنا لهم هاد الطوموبيل لا عطينا واحدة أخرى، عطاونا واحدة أخرى مشينا نعمرو هالفلان ليسانس طاح لنا من تحت جايين هبزز من غادي نتحرقو. سبحان الله العظيم وصلنا عندك بواحد المشاكل ديال الدنيا الحمد لله هادشي كله يبقى ذكرى. ولهيه خلي الولد في الحضانة و... استبشر خير. كنت كل كلها ما نمشي مش الله هذي ان شاء الله تكون الامور مزيانة ان شاء الله ان شاء الله تبدي حياة جديدة تكون مزيانة ان شاء الله بصح تولي في شهر 4 نولي ضروري مع الولد العودة مع الولد ضروري وخا تان براون نرجع نزورو يا رب ضروري غادي نجيب محمود امين ان شاء الله يا رب ان شاء الله